أننا حزب ديمقراطي فيه الرأي والرأي الآخر، وفي داخل بيت الأمة الوفدي أي مشكلة وأي خلاف إحنا بنحله بيننا وبين بعضنا. لقاء رئيس السيد رئيس الجمهورية، وهو ما نعتبره أنه حكيم الأسرة المصرية والعائلة المصرية، ما تم الاتفاق عليه سيتم تنفيذه بإذن الله تعالى. هي بس المسألة كان إن إحنا ننهي اليوم هذا العرس الديمقراطي الذي يراه الجميع. الهيئة الوفدية بتنتخب هيئة عليا جديدة وسكرتيرية جديدة للهيئة العليا، وبتقترع على التغييرات بالنسبة للائحة، إنما كل ما تم الاتفاق عليه إن شاء الله تعالى سينفذ، ونحن جميعا أسرة واحدة، وليس للجميع من هدف إلا مصلحة مصر. قد نختلف، إنما هذا الاختلاف ليس لهدف إلا لمصلحة مصر.